Assalamu alaikum everyone. Today we have a new lecture, lecture 4, on our lecture series of economic geology. Today we have new titles, include black sand, uranium and sulfur. النهارده اولاد هنتكلم في محاضرتنا الرابعه النهارده هنتكلم على الرمال السوداء واليورانيوم والسلفر. So follow this lecture please and let's go on. أول حاجة يا أولاد، لو أنت بتصيف وقاعد على الشط في منطقة جمصة في رأس البر في منطقة بلطيم في اسكندرية، هتلاقي الرمال اللي أنت قاعد عليها في منطقة الشط عبارة عن رمال عبارة عن لون أبيض ولون عبارة عن رمال لونها أصفر، بالإضافة إلى رمال لونها أسود. هذه الرمال إيه الهيستوري بتاعتها؟ جاية منين؟ جاية إيه في إيه بالظبط؟ بستعملها في إيه في الصناعة؟ دي موضوع الليكتشر بتاعتنا النهاردة. هذه الرمال يا أولاد في الأصل هي عبارة عن جبال موجودة في الجنوب في دول المنبع، دول منبع نهر النيل زي إثيوبيا، زي إريتريا، أوغندا، تنزانيا، كينيا، بروندي، كونغو. فهذه الرمال أصلها في الأصل عبارة عن صخور نارية قاعدية موجودة في الجنوب، صخور ألكالاين. أما بتسقط عليها مياه الأمطار، المياه الموسمية أصل نهر النيل، تسقط هذه الأمطار على هذه الجبال فبتبدأ تفتت هذه الجبال وتحولها الى كتل صغيره. ومع الرحله الطويله اللي تعتبر اطول رحله نهر في العالم تقريبا 6650 كيلومتر، بتبدا هذه الكتل تتفتت، ومع الرحله الطويله النيل تبدا تتفتت لغايه ما توصل على الشط ساحل البحر المتوسط في صوره مين؟ في صوره رمال سوداء زي ما انت بتشوفها كده على مين؟ على طول ساحل البحر الايه المتوسط. واضح كده يا اولاد؟ دي بالنسبه للاوريجن اوف ذيس بلاك. دي صوره كده دياجراماتك برضو بتقول لك الجبال الموجوده في الجنوب ومع الرحله الطويله للنيل عشان تبدا ترمي هذه الحموله اللي جايه من الجنوب ويبدا هذا النهر في رمي حمولته من الرمال والرواسب الاخرى على طول ساحل البحر الايه المتوسط. تيجي الكرنت بعد كده تيارات الماء تبدأ تنقل هذه الحمولة، كارنت اللي بتيجي اتجاهها عبارة عن النورث ايست او النورث ويست بالذات الاساسي، يبدأ ياخد حمولة هذه الانهار ويبدأ ينظمها ويرصبها ويظبطها على طول ساحل البحر الايه المتوسط، ويبدأ يرصب هذه الرواسب الموجودة عندك. فعشان كده بتلاقي هذه الرمال السوداء متركزة عند فوهات الايه الانهار زي الموجود عندنا في منطقة جمصة، وكذلك في منطقة الراس السوداء الموجودة في منطقة روزيتا أو في منطقة رشيد. واضح كده يا أولاد؟ دي بالنسبة للأوريجين أوف ذيس بلاك ساند. دي بيكون شكلها على إيديك لما تمسكها كده يا أولاد، عبارة عن رمال سوداء قاتمة اللون ثقيلة نتيجة المعادن اللي بتحتويها، وطبعا في الخلفية تلاقي عندك رمال سوداء برواسب كميات كبيرة موجودة. هذه الرمال السوداء فيها معادن مهمة جدا بالنسبة للصناعة زي معادن ماجنتايت، وكذلك معدن إلمينايت، وكذلك معدن مهم بالنسبة بقى للصناعة واستخراج العناصر المشعة منها زي المونازايت. الرمال أو الرواسب اللي بتيجي عن طريق النهر وتبدأ مياه البحر أو الطيارات تاخدها وترصبها وتغسلها على طول الشاطئ بسميها بلاسر ديبوزيتس. بلاسر يعني عبارة عن رواسب مغسولة متنقية ومتظبطة ومرصوصة على طول مين؟ على طول الشاطئ. واضح كده يا أولاد؟ هذه البلاسر ديبوزيتس اللي فيها البلاك ساند بيكون فيها عناصر ومعادن زي الزيركون، وكذلك زي مين؟ زي الإلمنايت. واضح كده يا أولاد؟ الزيركون والإلمنايت وكذلك المونازايت المستعمل في الصناعة. طيب إيه كمان بالنسبة للمعادن الموجودة؟ طيب هذه الرمال السوداء يا اولاد هل فيها معادن مهمه بالنسبه للصناعه؟ طبعا هذه الرمال بتحتوي على العديد من المعادن المهمه جدا بالنسبه للصناعه. من ضمن هذه المعادن اللي بتخش في الصناعه المعادن الموجوده في الرمال السوداء معدن اسمه إلمينايت. ومعدن الإلمينايت من ضمن المعادن المهمه، خاصه النوع اللي هو النقي منه اللي هاي كواليتي منه، ممكن نستعمله في صناعه الدهانات. معدن اسمه إلمينايت بستعمله في صناعة الدهانات. كذلك معدن اسمه الزيركون. والزيركون من ضمن المعادن اللي بيخش في صناعات كتيرة ومتنوعة زي السيراميك اندستري، صناعة السيراميك، وكذلك صناعة قوالب المفاعلات النووية أو المولز أوف ذا نيوكلير رياكتور اندستري، قوالب المفاعلات النووية. وكذلك بيخش الزيركون في صناعات الباليستيك ميسلز. الباليستيك ميسلز عبارة عن الصواريخ البالستية.
مش بلاستيكية، لا بلاستية، بالعربي بعربها بلاستية او بالانجليزي البلاستيك ميسلز. هذه البلاستيك ميسلز زوات كمعلومة كده على السريع، عبارة عن صواريخ بتنتقل في حركة كده كيرفت، حركة كده ايه منحنية، بحيث انه بيعتمد في اول سرعته على المحركات بتاعته في الاول، ثم بيعتمد بعد كده على ايه الجاذبية. بعد كده سرعته ممكن في صواريخ قصيرة المدى ممكن تتكلم مثلا في 150 كيلومتر، وممكن يوصل مدى هذه الصواريخ ممكن يعني تتكلم مثلا في 13,000 كيلومتر، يعني مدى تأثيره بيكون كبير. سرعته ممكن توصل ل 7 كيلو في الثانية. دي بالنسبة لمين يا أولاد؟ للبالستيك ايه ميسلز. أو وبالتالي استعمال الزركون ممكن استعمله في صناعة السيراميك، قالب المفاعلات النووية، وكذلك البلاستيك ايه ميسلز. النوع الثالث بعد الالمانات والزركن هو الجارنت، والجارنت بيستعملوا في صناعات فلاتر المياه او روتر فلتر اندستري، وكذلك ممكن استعمله في صناعة ايه اوراق الصنفرة، الورق اللي انت بتلاقي عليه كده حاجات خشنة بتصنفر بيه الخشب او الحيطة، حيطان يعني، فممكن تلاقي على الورق اللي موجود ده، الورق اللي موجود عبارة عن جارنت مش جرانيت. المعدن اللي بعد كده هو المجنتايت، احد المعادن اللي بلاقيها في الرمال السوداء، بستعمله كمجنتايت طبعا في اكتر من حاجه، كمصدر للحديد على سبيل المثال الحديد بسميه الحديد الاسفنجي او السبونج ايرون اندستري، هو بياخد نفس مظهر الاسبونج، نفس مظهر الايه الاسفنج، في يعني في فجوات، والسبب في هذا بيرجع نتيجه الاليمينيشن اوف اوكسجين اتومز، بيتم عمليه ريدكشن للحديد، اختزال الحديد ونزع ذرات الاكسجين الموجوده، فبيظهر الحديد كانه فيه فجوات. وبالتالي بيستعمل الماجنتايت في صناعه الحديد الاسفنجي، وكذلك تغليف انابيب البترول، مش انابيب الموجوده في البيوت المنزليه، لا ده المواسير نقل البترول من اماكن انتاجه الى اماكن ايه المانيفاكتشر، اماكن التصنيع، تغليف الانابيب من جوه المواسير بغلف بها بايه، باستعمال مين؟ الماجنتايت. واضح يا اولاد؟ وبالتالي استعمال المغناطيس في صناعة الحديد الإسفنجي، وكذلك الباكجينج اوف الاويل بايب لاينز. كذلك معدن طبعا المهم جدا الراديتد مونازايت، كمعدن مهم بستعمله كرير ايرث اليمنتس في الهاي تك اندستريز، واستخراج كذلك برضو العناصر المشعة زي اليورانيوم ايه والثوريوم. واضح كده يا ولاد؟ اما بالنسبة للوظيفة الأساسية لهذه الرمال السوداء، هي عبارة عن بروتكت beaches from drawing، او حماية الشواطئ من الغرق. هذا الرمال زي ما احنا قلنا وذكرنا ان عبارة عن رمال ايه ثقيلة، فهي تقيلة فبتحمي الشواطئ من الغرق. لكن في بعض الناس الطيبين في بعض المحافظات الساحلية زي كفر الشيخ وغيره ممكن يشيلوا هذه الرمال من المناطق الساحلية بغرض انهم يعملوا يردموا بها بيوتهم، البيوت الجديدة، وبالتالي بيعري الشاطئ من هذه الرمال السوداء، وبالتالي هتكون هذه الشواطئ معرضة للغرق نتيجة غياب مين؟ هذه الرمال السوداء. واضح يا اولاد؟ دي كم بيكون شكلها كده على ايديك، او الشكل اللي في النص زي ما موجود في الصور اللي على قدامك بيكون شكله تحت الميكروسكوب على ايد حبيبات سوداء زي ما انت كده. واضح كده يا اولاد؟ ادي بالنسبة لاول موضوع معانا النهاردة. تاني موضوع هنتكلم فيه هو عبارة عن اليورانيوم الرسوبي. اليورانيوم يا اولاد طبعا من ضمن العناصر المهمه المشعه. بعد الحرب العالميه الاولى والثانيه، الحرب العالميه الاولى كانت سنه 1914 1918، الحرب العالميه الثانيه سنه 1939 حتى خلصت في 1945، مع هذه الحروب يا اولاد وضحت اهميه استخدام الطاقه الذريه والقنابل الذريه وكذلك المفاعلات النوويه وغيره، وبالتالي بدا الاهتمام باستخراج اليورانيوم واستعماله في التطبيقات العسكريه المختلفه. واضح يا اولاد؟ اليورانيوم من ضمن الايه؟ از وان اوف ذا مور كومن اليمنتس ان ذا ايرث كراست. شائع الانتشار في القشره الارضيه. بس للاسف هو مش موجود في مكان واحد، منتشر، منتشر في اكتر من مكان، عشان كده بيكون صعب شويه ان انا الاقيه، فبلاقيه انتشاره بيكون اكتر من 40 مره انتشارا بالمقارنه بالسيلفر. واكتر من 500 مره بيكون مور كومن ذان جولد، يعني بيكون واسع الانتشار عن السيلفر ب 40 مره، وبيكون واسع الانتشار عن الجولد ب 500 مره. بس زي ما قلت لك انه مش موجود في مكان واحد، هو واسع الانتشار بصوره ايه؟ بصوره متناثره مش في مكان واحد. واضح كده يا اولاد؟
بقدر الاقي اليورانيوم موجود زي ما اتفقنا في صوره، موجود مع الصخور في صوره الروكس او السويل او الريفرز او الاوشن. بس التحدي بقى والتشالنج ان انت تلاقي اليورانيوم ككونسنتريشن في مكان واحد عشان يبقى ايكونوميكلي فيابل ايه ديبوزيتس، عشان يبقى بقيمه اقتصاديه لازم الاقيه في مكان واحد، لكن هو منتشر في اكتر من مكان. واضح يا اولاد؟ صفات اليورانيوم زي ما انت شايف كده بالترتيب، هو عباره عن لونه سيلفري جراي ميتاليك، العنصر كرمز كيميائي يورانيوم يو، وبياخد الوزن الذري بتاعه 92. لكن اهم ما يميز هذا العنصر اللي هو اليورانيوم وبعض العناصر الاخرى المشعه ان له نظائر، ومعنى كلمه نظائر هو عباره عن صور مختلفه لمين؟ للعنصر الواحد. العنصر واحد له نفس العدد الذري بس مختلف في العدد الكتلي او الاتوميك ماس. ليه مختلف في العدد الكتلي؟ نتيجه اختلاف عدد النيوترونات. فنظائر عباره عن عناصر مختلفه للعنصر الواحد له نفس العدد الذري لكن مختلف في العدد الكتلي نتيجه اختلاف عدد النيوترونات، وبالتالي الخصائص الكيميائيه واحده للنظائر لكن مختلف في الخصائص الفيزيائيه نتيجه اختلاف عدد البروتونات وعدد النيوترونات. واضح يا اولاد؟ اليورانيوم له ثلاث نظائر، منها النظير 234 وال 235 واليورانيوم 238. اشهرهم على الاطلاق هو عباره عن اليورانيوم كام؟ يورانيوم او اليو 235. ليه اشهرهم؟ لانه مهم جدا، لانه بستعمله في صناعات كتيره ومتنوعه، بستعمله في صناعات في الانشطار الذري وكذلك في القنابل تصنيع القنابل الذريه الاتوميك انرجي رياكتورز. طيب ايه اهم ما يميز يا اولاد هذه العناصر، العناصر اليورانيوم والثوريوم وغيره، او العناصر اللي هو بسموها لها نظائر؟ نواة هذه الذرات يا اولاد، ذرات هذه العناصر بتميز بانها انستيبل، غير مستقره، بمعنى ان هذه الذرات بتفقد بارتكلز منها مع طول عمرها، بتفقد منها بارتكلز. هذه البارتكلز اللي عباره عن الفا وبيتا وجاما، هذه العناصر انستيبل بيحصل انها بتفقد بارتكلز منها. افتقاد لهذه البارتكلز بسميها الراديو اكتيف ديكي او الاضمحلال الاشعاعي، بمعنى ان العنصر مثلا يبقى مثلا كان موجود الاول عباره عن وزنه كيلو، تلاقي في فتره زمنيه بدا يفقد بارتكلز منه وبقى نص كيلو. هذا الفقد في الايه في الايه في في الوزن بتاعه في كتلته بسميها فتره نص العمر، ان العنصر بيكون في حاله وبعد كده بيوصل بعد فتره زمنيه معينه لحاله اخرى بسميها فتره نص العمر. القصد يا اولاد العناصر او البارتكلز بتطلع سواء الفا او بيتا او جاما اللي بتخرج من هذه العناصر ممكن لها خصائص مدمره. ازاي؟ لو وجهت هذه العناصر اللي بتطلع او بتفقد من هذه العناصر، البارتكلز بتفقد من هذه العناصر او من نواه هذه العناصر، ممكن يكسر الروابط ما بين الخلايا والاتومز والمولكيولز، بيكسر الروابط ما بينها، وبالتالي بيكون سلاح مدمر جدا ان هو يقتل اي خلايا حيه موجوده. واضح يا اولاد؟ ديت اهم ما يميز العناصر المشعه، ان ذراتها غير منتظمه انستيبل، بيحصل لها راديو اكتيف ديكي، بتطلع بارتكلز من الفا وبيتا وجاما. هذه البارتكلز اللي بتطلع بيكون ليها خصائص ان هي كلها عباره عن راديشن او ايونايزنج راديشن، بيعمل ايه؟ بيكون طاقه منطلقه ممكن يكسر الروابط ما بين المولكيولز او الاتومز، وكذلك تدمير الخلايا والكائنات الحيه الموجوده. واضح يا اولاد؟ ايونايزيشن انرجي عباره عن اشعاع بيكون كافي ان هو بيحمل طاقه ان هو يفصل زي ما اتفقنا الالكترونز الموجوده ما بين الاتومز والمولكيولز. واضح يا اولاد؟ تمام. ديت اشهر نظير موجود لليورانيوم، اليورانيوم 235 او اليو 235، بيحصل تحول له ليورانيوم 236، بعد كده بيحصل له عمليه انشطار الى باريوم وكريبتون، باريوم 141 والكريبتون 92، وبعد كده بينطلق طاقه او بارتكلز ممكن نستعملها في تطبيقات مختلفه سواء تطبيقات عسكريه او تطبيقات سيفيليان، توليد حراره وكهرباء وهكذا. ده عباره عن باتون اوف ريفايند يورانيوم، يورانيوم مخصب جاهز للاستعمالات المختلفه. واضح يا اولاد؟
طيب اليورانيوم يا ولد موجود في أي صخور؟ موجود في أي أكاسيد؟ أهم الأكاسيد الموجودة لليورانيوم هي عبارة عن واحد اسمه يورانينايت أو اليو أو تو، أو معروف باسم تاني اسمه بيتش بلند. دي من ضمن الأكاسيد المهمة والمشهورة اللي بلاقيها فيها اليورانيوم متركز بكمية كبيرة. الجهاز المستعمل في قياس الإشعاع اسمه جايجر كاونتر أو عداد جايجر. عداد جايجر عبارة عن جهاز بستعمله عشان يقيس لي كمية الإشعاع الموجودة عندي في الصخور. جايجر كاونتر is an instrument used for measuring ionizing radiation أو الإشعاع المتأين that is which used widely in such applications، بيستعملوا في صناعات في تطبيقات كتيرة متعددة زي الراديشن دوزيمتري أو جهاز قياس الجرعات الإشعاعية والراديولوجيكال بروتكشن القياس من الحماية الإشعاعية والإكسبرمنتال فيزيكس الفيزياء التجريبية وكذلك النيوكلير اندستري. دي التطبيقات بتاعت مين؟ الجاي عداد جايجر. يعني عداد جايجر يا أولاد هو عبارة عن جهاز زي بالظبط اللي انتم بتشوفوه في قنوات ناشونال جيوغرافيك، مستكشفين بيحملوا هذا الجهاز على ظهرهم وفي ايدهم عصايه كده ويبدا يمشوا عشان يقيسوا الاشعاع الموجود. اول ما يلاقي عندك اشعاع او الحاجه اللي هم بيدوروا عليها تلاقي الجهاز بيدي ومضات او يدي نبضات ايه تختلف سرعتها على حسب التركز الحاجه اللي هم بيدوروا عليها. فلو تركز كبير لحاجه لخام كتير هتلاقي الجهاز بيعد او بيعمل انامولي عاليه وبيدي ومضات ونبضات سريعه، معنى كده في عندك هنا ايه تركز للعناصر المشعه. ديت الصوره اللي على الشمال بتبين لك البيتش بلند، والصورة دي عبارة عن كريستال حاجة كريستالايز لليورانينايت أو اليو أو تو تركز لليورانيوم بصورة كبيرة. واضح يا أولاد؟ الرمال السوداء برضه من ضمن الحاجات اللي بلاقي فيها العناصر المشعة اليورانيوم والثوريوم. مش احنا قلنا إن المونازايت بيبقى فيه يورانيوم وثوريوم؟ طبعا الرمال السوداء كذلك بيكون فيها هذه العناصر. المونازايت بيبقى فيه نسبة كبيرة من اليورانيوم أو العناصر المشعة عامة. واضح يا ولاد؟ كذلك بلاقي اليورانيوم منتشر بصورة كبيرة مع المارين شيل الطفلة أو البلاك شيل الرمال اللي هو الطفلة السوداء، لأن المواد العضوية الموجودة في هذه البلاك شيل بتمتز وتمتص اليورانيوم الدايب في المية وبتركزه داخل هذا البلاك شيل، وبالتالي بيديله خاصية الإشعاعية فبسميها يكسب الخاصية الإشعاعية. فبلاقي دايما الأورجانيك ماتيريالز الموجودة في البلاك شيل برضو بتكون غنية في في اليورانيوم. كذلك المارين فوسفات ديبوزيتس برضو بتكون غنية في اليورانيوم، لأن اليورانيوم بيحل محل الكالسيوم الموجود في الفوسفات إحلال جزئي عشان برضو الفوسفات يكون غني باليورانيوم. فالفوسفات برضو بيكون غني باليورانيوم. يبقى أنت عندك البلاك شيل بيكون غني في اليورانيوم وبيدوله خاصية الإشعاع فبيبقى راديو أكتيف بروبرتي. كذلك الفوسفات برضو بيكون غني باليورانيوم نتيجة الإحلال أو البارشل أو الأيونيك ريبليسمنت ما بين الكالسيوم واليورانيوم. التطبيقات اليورانيوم كثيرة ومتنوعة، ولعل أهم تطبيق لليورانيوم هو استعمال اليورانيوم في التطبيقات العسكرية زي الميليتري سيكتور. كذلك بستعمله كدروع في الحاويات العربيات يعني او تراكس بتحمل شحنات فيها مواد اشعاعيه، بغلف برضه هذه التراكس او السيارات العربيات باليورانيوم المستنزف. كذلك نتيجه ثقل وانه تقيل فبستعمله كجهاز حفظ التوازن في الطائرات او الكاونتر ويتس، جهاز حفظ التوازن في الطائرات. ده غير الجهاز الجهاز الاسود. الجهاز اللي هو الاسود دي عباره عن جهاز بيبقى موجود في الطائرات عشان يسجل المكالمات او الكونفرسيشنز اللي بتحصل في مراكز القياده في الطائرات عشان يسجل لو حصل حوادث او حصل اي حاجه فبيرجعوا للجهاز الاسود ده. لكن بقول لك ان نتيجه الثقه لليورانيوم بيستعملوه كجهاز حفظ التوازن في الطائرات. كذلك اليورانيوم 235 نتيجة انه له خصائص كتيرة فممكن استعمله في كنيوكلر ويبن في الاسلحة النووية. كذلك بستعمله اليورانيوم كجهاز او كتطبيق في الفول نيوكلر باور بلانتس في محطات توليد الكهرباء، حاجة كده سيفيليان تطبيق سلمي.
كذلك بمعرفية ان اليورانيوم له هاف لايف معروفة بالير 4.51 في 10 أس 9 years، فله فترة زمنية كهاف هاف لايف معروفة، فممكن نستعمله في تقدير عمر الصخور النارية وكذلك تقدير عمر الأرض. كذلك ممكن استعمل اليورانيوم في توليد الكهرباء زي المشروع الضبع اللي عندنا في مصر وفي أكتر من مكان، وكذلك برضو هستعمله في تحلية مياه البحر أو desalinization of seawater. دي التطبيقات المختلفة لليورانيوم. اليورانيوم موجود في الدول العربية زي UAE الإمارات العربية المتحدة في أكتر من مكان، في منطقة العين وغيره، في السعودية أرابيا في أكتر من مكان برضو، في زي قامة وجبل عابد والحاوية وجبل السعيد وغيره. كذلك موجود في ألجيريا، في الجزائر، في عنق والبيمة وجبل فلفلة وغيره. موجود في مصر في أكتر من مكان، في جبل العطشان والفيوم، وفي منطقة الفيوم بالذات يا أولاد موجود في جبل اسمه جبل القطراني، ممكن أوريك الصورة ليه دلوقتي. فبالنسبة لليورانيوم موجود عندك في مصر زي ما قلنا في منطقة العطشان وفي منطقة الفيوم في منطقة جبل القطراني، هنشوف صورة ليه وخارطة له دلوقتي. كذلك منطقة سفاجة والقصير، وكذلك زي ما احنا قلنا ان موجود اصلا في البلاك ساند كمعدن ان منوزع زي ما احنا قلنا. القصد يا اولاد عاوز اقول لك ان في الفيوم بالاضافة لجبل القطراني بيحتوي على نسبة كبيرة من اليورانيوم زي الخريطة الموجودة قدامك، منطقة الفيوم ووجود جبل القطراني. كذلك منطقة الفيوم بتتواجد بيه كده حاجة كده ايه، جالري مفتوح لوول سكيلتون، وادي الحيتان الموجود هناك ومشهور كحاجة عالمية، وكذلك بعض الهياكل وهياكل الحيوانات المنقرضة، وكذلك بعض الإيجيبتو سيكس الموجودة كاسكال لكائنات بتدل على الحياة القديمة في هذا المكان في منطقة الفيوم، بالإضافة للمناظر الطبيعية برضو الموجودة في منطقة الفيوم. واضح يا أولاد؟ الموضوع الثالث بتاعنا النهارده هو عباره عن سيدمنتري سلفر، الكبريت. الكبريت ممكن يتواجد في صوره حره خاصه حول فوهات البراكين والعيون والينابيع. ليه بالذات عيون وينابيع والبراكين؟ لان البراكين من ضمن الغازات اللي بتطلع من باطن الارض غاز كبريتيد الهيدروجين او ال H2S. كذلك برضو بعض الغازات زي ال SO2 او اللي هو ايه ثاني اكسيد الكبريت، بمجرد خروج هذه الغازات من فوهات البراكين بيبدأ يتفاعل مع أكسجين الهواء الجوي عشان يدين السلفر اللي بيتركب حول فوهات البراكين. دي صورة متبلورة للكبريت، ودي صورة للسلفر المتراكم حول فوهات البراكين. دي برضو صورة مكبرة لبعض البراكين الموجودة في اندونيسيا، بركان اسمه بابانديان موجود في اندونيسيا والسلفر موجود بصورة حرة حول فوهات العنون والبراكين. كذلك صورة برضو مكبرة لبعض البراكين اللي بتطلع من باطن الأرض في منطقة اندونيسيا. موجود في مصر في أكتر من مكان في منطقة جبل الزيت وكذلك منطقة جمسة، مش جمسة لا منطقة جمسة، دي موجودة في الساحل الجنوب الغربي لخليج السويس وكذلك في منطقة رنجة وكذلك منطقة جبل الزيت زي ما احنا قلنا. يبقى جمسة ورنجة وجبل الزد عبارة عن أماكن تواجدات السلفر في مصر. كانت هناك شركة فرنسية كانت هي اللي بدأت تستكشف على السلفر في منطقة جمسة، ودي بعض الأنفاق اللي كانوا بيستعملوها للحصول على السلفر. دي بعض الصور المقربة هي عشان يبين لك الأنفاق المبطنة اللي كانوا بيستعملوها للحصول على السلفر من باطن الأرض. واضح يا ولاد؟ صورة برضو جميلة هي في منطقة جمسة للحصول على السلفر اللي كانت بتقوم به الفرنش اي كامباني فور سيرشينج فور سلفر. اولاد استعمالات السلفر كتيره ومتنوعه، ولعل البرنسبل يوز فور السلفر كان طبعا استعماله في صناعه الثقاب، صناعه الماتشز، وكذلك صناعه البارود او الجان باور، وكذلك في الصناعه في صناعات السلفوريك اسيد حمض الايه السلفوريك، وفي صناعات كتيرة ومتعددة زي صناعة الدهانات الداي أو البينتس كوتينج، صناعة الأنسجة وصناعة الورق، صناعة برضو الفيرتلايزرز والبيستيسايدز اللي هو بستعمل في صناعة مقاومات البيستيسايدز، وكذلك في الاكسبلوسيفز مبيدات حشرية البيستيسايدز، وكذلك صناعة المتفجرات، صناعة الباتريز البطاريات، وصناعات في الطب
صناعة معالجات بعض أمراض الإيه السكن، سكن ديزيزز، بعض أمراض الجلد، كذلك بيستعملوا في صناعات الإيه كتاجيستيف ديس أوردرز، علاج بعض الإيه الاضطرابات في المعدة، وكذلك بيستعمل في صناعة رصف الطرق، وكذلك كمخصص وغيره. دي بعض الانيميشنز او بعض الصور اللي بتبين لك استعمالات الكبريت كماتشز، كسلفوريك اسيد، صناعة السلفر كريم والبلوسومز، صناعة الباتريز، صناعة الجان باور، صناعة الايه كفيرتلايزرز وفانجيسايدز اللي هو مقاومات، كمقاومات مبيدات للفانجي والبكتيريا، وكذلك زي ما قلنا في صناعات الايه البينتس او الدايز. واضح كده يا ولاد؟ دي بالنسبة للصناعات المختلفة اللي بيخش فيها من السلفر. شكرا. شكرا لطيب المتابعة بتاعتكم لمحاضرة النهاردة عن السلفر، وكذلك على اليورانيوم، وكذلك على البلاك ساند. إن شاء الله نلتقي مع بعض في المحاضرة القادمة، وهنتكلم فيها إن شاء الله في سلسلة جديدة من المحاضرات على البتروليوم أو أويل. نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.